انا جعانه قوي يا لولي، جعانه قوي قوي. ما فيش اي حاجه هنا، اي حاجه كلها؟ يا نهار ابيض يا ماشا، لا خالص ما فيش اي حاجه هنا في البيت. طب اعمل ايه دلوقتي؟ طب ارجوك تصرفي، انا جعانه قوي قوي. طيب طيب ما تقلقيش، انا هخرج واجيب لك اكل حلو قوي وكتير كمان ولذيذ. خليكي انت عندك بس وما تخرجيش، عشان في حيوانات مفترسه بره خالص. حاضر حاضر يا لولي، بس ما تتاخريش عليا. حاضر يا ستي. اعمل ايه دلوقتي بقى؟ ماشا جعانه قوي، اجيب لها اكل منين؟ اتصرف ازاي؟ اشوف هناك كده يمكن الاقي اي اكل اجيبه لها. ايه ده ايه ده، ايه الحاجة الحلوة اللي هتشبع بطني اللي جاي عليا دي؟ يا سلام، الاكل بتاعي جاي للغاية عندي. عايز ايه؟ عايز ايه يا تعلب يا مكر؟ من امشي من هنا، امشي من هنا. ده انا ما صدقت اللي انت تجيلي. تعاليلي تعاليلي يا لولي، اما اكلك واشبع منك. تعالي تعالي. بقولك ايه، امشي من هنا، امشي، الحقوني الحقوني، ايه اي حد ينقذني. راحت فين البت دي؟ دي دخلت جوه الكهف. يا نهار ابيض، ده كهف الدب الشرير. اجري انا واقول يا فكيك. ايه ده، ايه المكان الضلمه ده؟ يا نهار ابيض. ايه ده ايه ده، مين اللي اقتحم الكهف بتاعي؟ مين اللي جه عندي هنا؟ انا اسفه جدا، اسفه، انا ما كنتش اعرف ان انت موجود هنا، اسفه قوي. لا ولا اسفه ولا حاجه، تعالي بقى جوه بقي. ايه ده، ايه اللي انت بتقولي ده؟ يا انت طلعت شرير؟ هو انتوا كلكوا اشرار كده؟ تعالي تعالي. يا نهار ابيض، امشي بعيد عني يا شرير، امشي امشي. طيب بقى خلاص، انا جاتلي فكره، خد بقى في دماغك. يا عيني، ده شلت على عيني، الله يسامحك. يا عيني، اشوف انا بايه؟ اجري بسرعه، اروح اشوف اي حته استخبى فيها واشوف اكل بسرعه. لو سمحت لو سمحت يا بقرة يا طيبة، ممكن اطلب منك حاجة؟ اتفضلي اتفضلي يا لولو يا حبيبتي، عايزة ايه؟ انا كنت محتاجة اكل علشان اختي جعانة قوي وعايزة اروح لها بالاكل. يا حبيبتي يا بنتي، بس انا ما عنديش اكل خالص خالص هنا، حتى لو عندي انا باكل اعشاب بس، انتوا بتاكلوا حاجات تانية. طب بصي يا حبيبتي، روحي دوري هناك كده عند سبايدر مان، هو ممكن يساعدك. طيب طيب شكرا، انا هروح لسبايدر مان اهو. ايه ده، الله، عمو سبايدر مان، ايه الكميه الاندومي اللي عندك دي؟ ده انت بتبيع اندومي ولا ايه؟ ايوه ايوه يا حبيبتي، ببيع اندومي، تعالي اشتري. لا يا عمو سبايدر مان، عشان انا معيش فلوس خالص. انا ممكن اريحك انت وانت تروح شويه، وانا اقف بدلك ابيع الاندومي، ونقسم الفلوس ما بيننا بالنص. ايه رايك في الفكره دي؟ طيب ماشي ماشي، موافقه يا حبيبتي، بس خلي بالك على الاندومي، لحسن الاندومي ده انا تعبان فيه قوي. ما تخافش ما تخافش يا عمو سبايدر مان، هحافظ لك عليه جدا. يلا يلا يا حيوانات، تعالوا اشتروا يلا اندومي جميل من عند لولي. يلا يلا. بقولك ايه يا لولو يا حبيبتي، ممكن واحد اندومي؟ طبعا طبعا اتفضل. وانا كمان يا لولي واحد اندومي. حاضر يا حبيبي، اتفضل انت كمان اندومي. يلا بقى بسرعه، روحوا قولوا لكل الحيوانات اللي لولو بتبيع اندومي جميل قوي. يلا بسرعه، يلا بينا بسرعه نروح نشتري اندومي من عند لولي. لولا عندها اندومي حلوه قوي قوي. طب يلا يلا بينا بسرعه، يا يلا يلا بسرعه. ايه ده ايه ده، البت لولو جت هنا في الغابة تاني وبقت تبيع اندومي؟ ده انا رايح لها عشان اخد حقي منها، واللي عملته فيا لازم اروح لها. اهلا اهلا يا ست لولو، بتبيعي لنا الاندومي هنا في قلب الغابة بتاعتنا؟ انت عايز ايه دلوقتي مني يا دب يا مفترس انت؟ امشي بقى من هنا وسيبني في حالي، سيبني، انا بقيت ابيع اندومي دلوقتي وبقيت اكسب فلوس، ما تسيبني. لا يا حبيبتي، ده انا لازم اخد حقي منك من اللي انت عملتيه معايا. تعالي لي بقى. الحقوني، اي حد ينقذني، اي حد ينقذني. ايه اللي انت بتعمله هنا ده يا دب يا مفترس؟ ما اشوفكش جاي عند لولو تاني، سيب لولو بيع الاندومي براحتها، ده بنت غلبانه، اياك اشوفك ناحيه هنا تاني. يلا امشي. يا ملك سيمبا، متشكره ليك قوي قوي، مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. الف شكر ليك يا ملك سيمبا، الف شكر. وانتوا بقى يا حبايبي ما تنسوش تدوسوا لايك، وكمان تشتركوا في حواديت خوخه. مع السلامه، باي باي.